نبدأ دكتور في أول تفضل. خبر من صحيفة الوطن. العربي يقرأ 6 دقائق سنويا، والأوروبي والأمريكي 200 ساعة متابع. إلا العرفي طبعا، مو العرفي. مدير مبادرة أصدقاء القراءة أحمد طابعجي أن الناشر العربي لا يطبع من الكتاب الواحد أكثر من 3000 نسخة، وأن توزيعها يحتاج إلى 3 سنوات من التوزيع والتشجيع لإقناع القراء العرب باقتناء الكتاب. جاء ذلك خلال احتفالية أقامها برنامج جليس الثقافي بنادي جدة الأدبي. وأوضح طابعجي أن أرقام التوزيع في الدول العربية مقارنة بالغربية مخجلة بالنسبة للعرب، وقال لا مقارنة بين الطرفين إطلاقا، والبون شاسع بينهما كبير جدا لصالح الدول الغربية. وفقا لتقرير اليونسكو، فإن أعلى نسبة للأمية هي في الوطن العربي، والقراءة تأتي في المرتبة الأخيرة بالنسبة للاهتمامات العربي بعدما تعددت هواياته واهتماماته، فبلغ معدل القراءة عند الفرد العربي 6 دقائق سنويا مقابل 200 ساعة للفرد الأوروبي والأمريكي. تفضل يا احمد، هذا ملعبك. كيف بس كيف شخصيتك؟ لا تشخيصك ابد، كانك ما هو انت اللي مفصل، امي اللي مفصلت، والشماغ هديه من الوالد الله يحفظها. لا بالعكس، تعتقدين انك لا لا الثياب جايه امورك زينه، بس كانك في العيال دول يوم العيد. اي والله كاني مصلي صلاه العيد. صحيح. انا هذا الخبر طبعا ملعبك، وانت طيب. عندك كلام كثير. اي والله فابد فضفض، خذ راحتك حبيبي. بس لا، احنا على اساس عندنا اخبار كثيره، لكن خلينا نتكلم يا ابو سعد اول شيء عن المبادره هذه. احنا دائما نفهم الايجابيه خطا، دائما يقول لك انتم محبطين، نبغى ايجابيه. الايجابيه تحتاج ادوات، ما يصلح تقعد وانت متبطح بالفراش تقول ابغى اصير ايجابي. لا، ايش سوى الشباب في تويتر؟ سووا رابطه اسمها اصدقاء القراءه، فبداوا بدل ما يبكون على اللبن المسكوب، لا بداوا يصنعون لبن جاهز. الايجابيه بمفهومي انا انك انت ما تتفائل، لا تجيب ادوات التفاؤل. يعني انت مثلا تبغى وظيفه، متفائل، تفائل اوكي، لكن لازم تروح تطرق الابواب، الشركات، ديوان رئيس وزاره الخدمه المدنيه. هذا واحد. الثاني ابو سعد، القراءه والله اقسم بالله وانا اقولها في هالعمر، يعني في اخر ايامي من الدنيا واول ايامي من الاخره، ابتدت تحلى الحياه. شوف، اني اشعر بالحزن والرثاء على من لم يقرا. الذي لا يقرا يا ابو سعد، يعني العقاد له عباره ممتلئه حيويه ونشاط. قالوا لي لماذا تقرا؟ قال لي أنا حياة واحدة لا تكفيني، حياة واحدة لا تكفيني. أنت تصور لما تقرأ حياة في الإدارة الغازي القصيبي، قعد 45 سنة في الإدارة، ألفوا لك في 15 ساعة تقرأ. أي تجارة هذه؟ أي مكسب أنت تأخذه لما تقرأ حياة إنسان كامل في 400 صفحة تقرأها في 4 ساعات؟ فأنا أشعر أنه القراءة هي مفتاح العلوم. أنا ما يعنيني الصراع اللي بين الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني، هي النتيجة قراءة. إحنا نريد تقرأ إن شاء الله. زمان كان المدرس لنا نسأله وش نقرأ، أي كتاب؟ قال يا ابن حل اقرأ، لو مكتوب على ورقة الاسمنت اقرأ، المهم أنك تقرأ. تقرأ صحف، تقرأ مجلات، تقرأ كتب. صحيح القراءات النوعية هذا مستقبل متقدم، لكن حنا نتكلم عن البدايات في القراءة. فأنا أشيد أول شيء بالمشروع، ثانيا أني لا أحب البكاء على اللبن المسكوب، أحب أتفاءل، ولكن للتفاؤل أدوات، وهي أنك تضع برنامج. الشيء الثالث، مخجل جدا أن الطفل الأمريكي يقرأ في اليوم 6 دقائق والعربي يقرأ 7 دقائق في السنة. لاحظ، هذا في 6 دقائق في اليوم، هذا 7 دقائق في السنة. هذا مخجل. الآباء يتحملون، الأمهات يتحملون، الكل. القراءة يا أبو سعد فعل وتعود وممارسة، يجب أن الآباء يكفون عن قصورهم في التربية، يضع حافز، بمعنى أنه تعطي الولد. طيب إيش رأيك أنت في حركات بعض المثقفين؟ يا بني لو كان الأمر لي لما قرأت، لا تقرأ فالقراءة تشقي. لا هذا مثقفين تعساء أينما كانوا، والله حلت بهم التعاسة. الكتاب الطقس. نعم. لا أنا أقول لك، الآباء والأمهات مثلا، ولد يبغى سيكل من أبوه، أوكي يا ولد تبغى سيكل اقرأ. ترى أمثلتك مرة صايرة قديمة. أوكي، يبغى تالي سالفة خوينا. طيب ذيك الأيام ما كان بجوالات. لا طيب تبغى تالي شوف، يعني حط أمثلة تتواكب مع العصر. طيب. أتالي لا تقطعني سيكل، مدري وش هو. لا تقطعني، دعني أتدفق يا أخي. تدحرج يا سيدي، تدحرج. شوف، تبغى تاري، تبغى وات ايفر، ايباد، اي شيء اعطيك، ما عندي مانع اشتري لك. لكن تبغى تسافر في الصيف، خلص 10 كتب. القراءه فعل كريه في البدايه، كريه طبعا. اي لو تبي تتعلم قياده السياره كريه في البدايه، اي شيء في البدايه صعب. لذلك دائما البدو يقولون اول شده عوجه، اول شده متعبه، التعود، لكن مع الزمن تكتسب.
فقال لي بوصل له يا ابو سعد مسكين ومسكين ومن لا يقرا، القراءه تدريب وايضا ممارسه، ويجب ايضا ان نبحث عن الكتب المشوقه في البدايات. يعني انت لما تقرا كتاب العبرات للمنفلوطي في المتوسط لا تملك الا ان تبكي، من هنا تبدا حب القراءه. اول شيء تعقد نكاح بينك وبين حب القراءه والجلد، لانه ترى انت تقعد تثرثر في المقهى ساعات، لان الكلام أسهل نشاط إنساني هو الكلام، لكن تقرأ لا يحتاج سطور. فأنا أتمنى أنه هذا التقرير يوقفنا ونعيد كل واحد بطريقته يعيد أبناءه القراءة. تفضل اللي بعده. لا تعبت والله، أبغى أشرب شاهي. أشرب شاهي الخبر الثاني.